السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زراعة الشعر عن طريق الخلايا المطعية اللي أنتجته شركة إسبانية، وهذا الجهاز يسمى ريجنرا، حاليا متوفر في عيادتنا وتم تجهيزه من قبل مكتب أورغانيك أستاتيك في العراق. فكرة عمل هذا الجهاز هو أولا أخذ منطقة لا تتجاوز 1 سنتيمتر حتى في حالة يعني حلقها فهي منطقة صغيرة، وهذه المنطقة تقع خلف الأذن في منطقة غير مرئية. هذه العينات بعد ذلك تدخل في جهاز الأكتيف ريجنرا، حيث يقوم هذا الجهاز بفصل الخلايا الخاصة بالشعر في الطبقة الداخلية. بعد فصل الخلايا يتم عزلها في سرنجات صغيرة من سرنجات الإنسولين، وتحقن في المقدمة الأمامية للرأس بنفس طريقة حقن البلازما. فمن ضمن مميزات هذه الطريقة أنها طريقة بسيطة خالية من الألم نهائيا، لا تحتاج إلى حلاقة الشعر، نتائجها تظهر خلال شهر واحد، والنتائج يعني الماكسيمم تظهر خلال 3 أشهر. أغلب المرضى لا يحتاجون إعادة هذه الجلسات، والقليل نسبة قليلة ممكن تحتاج إعادتها بعد حوالي 2 سنين، وهي ملائمة أكثر للنساء خاصة ولذوي التساقط الوراثي الغير مكتمل أو الدرجات الأولية، الدرجة الأولى والثانية. فحاليا الجهاز متوفر، وممكن الاستفسار عنه من خلال التواصل مع صفحة العيادة، أو من خلال التواصل مع أرقام الموبايل اللي راح تظهر على الشاشة.